الشيخ مؤنس يستخدم حسابات الفيسبوك الخاصة لضحاياه لنشر مطالبه. بعد انقضاء الحادث الإرهابي في سيدني اكتشفنا بعض الحقائق حول الحادث. كانت مرشا ميخائيل من بين 17 رهينة الذين احتجزهم مان هارسن مؤنس. تبلغ مرشا 42 عاما وقد استخدم الشيخ مؤنس حسابها على فيسبوك لنشر مطالبه التي سرعان ما انتشرت على الإنترنت، وهي عبارة عن بضعة مطالب بثت على يوتيوب وتم حذفها فيما بعد. وقد طلبت أسرة مرشا من أصدقائها أن لا يشاركوا ولا يضعوا الإعجاب على مطالب مؤنس، لأن هذا بالضبط ما كان يريده هذا الوقت. فشلت مهمة مؤنس، كما وأنها لم تحظى بتشجيع من باقي الجهاديين بحسب قناة ABC الأسترالية. فلماذا فعلت ذلك يا مؤنس؟ One Twitter user calling himself Australian Witness wrote, "Even if he is ISIS, which I doubt, probably this sheer chocolate terrorist is a clown."